الحديث 22 سبتمبر مع هيفا تويتي. مرحبا. مرحبا. الوكيل بالحرس الوطني رامي الإمام المصاب في عملية أكود الإرهابية يغادر اليوم قسم الإنعاش بعد تحسن حالته الصحية. أكثر تفاصيل قدمهم لنا رئيس قسم الإنعاش والتخدير في سبيطار الجامعي سهلول الدكتور وليد نعيشة. رامي اليوم غادر قسم الإنعاش، حالته تحسنت وبشقة إيوه في قسم الجراحة العامة مدة كيلك جور بشقة غادي، وبعد إن شاء الله قدرت ربي يروح الدار حالة صحية انت وفي تحسن إن شاء الله بطمك الخير. بلدية المرسى تقرر التقليص من عدد الحاضرين في كتبان صديق في فضاء قصر السعادة 50 شخص وعدد من الإجراءات الأخرى توقيا من انتشار فيروس كورونا. أكثر تفاصيل مع رئيس البلدية معز البوراوي. نحن في إطار معناتها الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا، ترجعنا معناتها بعض الإجراءات بما فيها معناتها منع الحفلات والتظاهرات الخارجية لتم العموم، وأيضا حتى في قاعة أفراح التابعة لقاعة البلدية اللي كانت تاخذ استيعاب 50%. زدنا هبطناها أكثر، حددنا العدد إلى 50 شخص فقط. وزي معناتها بالرغم للأمور الحمد لله في المرسى ما تستغيش حتى أي تقلقات لأن الوضع ثابت، نحاولوا نجتهدوا باش نتوقعوا ونعاودنا عقمنا المكاتب الكل والليزيات والعدادية الكل معناتها نحاولوا كل. منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو البرلمان لمساءلة الحكومة على مسارات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في قضايا الهجرة. أكثر تفاصيل مع المكلف بالإعلام في المنتدى رمضان بن عمر. بعد تواتر معطيات الصحافة الإيطالية حول مشروع اتفاق إيطالي جديد حول الهجرة غير النظامية يمكن إيطاليا من ترفيع ومضاعفة عدد المهاجرين التونسيين المرتحلين قسريا نحو البلاد التونسية إلى حدود 600 مهاجر كل شهريا. منتدى دعا إلى مزيد الشفافية في مسار المفاوضات وإعلام الرأي العام الوطني بكل تفاصيلها. المنتدى حمل رئاسة الجمهورية المسؤولية السياسية والأخلاقية والدستورية في حال المواصلة في نفس السياسات الخارجية التي تؤبد رؤية الوحدية للجانب الأوروبي في معالجة قضايا الهجرة. المنتدى أيضا دعا البرلمان لمساءلة الحكومة والوزراء المعنيين حول مسارات التعاون من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في قضايا الهجرة. كما أكد المنتدى على رفض للتحريض القسري للمهاجرين والمقاربات الأمنية في معالجة الظاهرة. بقيت أخبارنا في عناوين. أكثر من 1000 طالب يطالبوا الدولة بالتدخل السريع لدى السلطات الروسية لتمكينهم من مواصلة تعليمهم في أقرب الأجال. وفد من رئاسة الجمهورية يوزع مساعدات مدرسية على تلامذة مدرسة فرنانة من ولاية جندوبة ويواكب انطلاق أشغال القنطرة في المنطقة. الاستثمار الفلاحي الخاص يشهد تراجع حتى آخر شهر أوت 2020 بنسبة 26.1% من ناحية العدد و 27.7% في القيمة مقارنة بنفس الفترة من 2019 حسب إحصائيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. أخبرنا بعد ساعة. تابعوا أخبرنا برامجنا 24/24 على EFM TV على اليوتيوب. ميرسي. كانت هذه أهم الأخبار بصوت هيفا تويتي، وتوت سويت أخبار رياضة في EFM سبور مع حمزة المغربي. سوبلاس تقدم لكم فلاش سبور. EFM سبور مع حمزة المغربي. 6:04. مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضية من EFM سبور. بداية نحكيه على أخبار يهم الترجي الرياضي التونسي. الترجي اللي مازال يسعى لضم المهاجم الليبي مؤيد الليفي، وخاصة بعد ما سمعنا أنه لاعب اتحاد العاصمة فسخ عقده البارح مع فريقه الجزائري. وحسب الصحافة الليبية اليوم عملنا جولة في الصحافة الليبية أنه اللاعب باش يلتحق بزميله حمدو الهوني في انتظار المفاوضات في الأيام القادمة، وإذا فما رسمي باش يكون على الصفحة الرسمية للترجي. راسلت هيئة النادي الإفريقي المهاجم البوركيني باسيلو كومباوري وطلبت منه باش يواصل التجربة مع الفريق بعد ما طاحت صفقة انتقاله للبطولة التشيكية في الماء، وما تفهموش في الأمور المالية زادة كيف موضوع هذا للمتابعة. الاتحاد المنسيري يمضي للشقيقين الهادي والكوني خلفه عقد بزوز مواسم قادمين من الاتحاد تطاوين. اتحاد تطاوين اللي زاد خسر خدمات لاعب مالك الميلادي اللي امضى عقد مع نادي عرعر السعودي الصاعد حديثا للدرجة الأولى. مراد الهذلي يمضي عقد بموسم مع الأولمبي البيجي. الهذلي انتقل للأولمبي في صفقة انتقال حرة. غدوة يتلعبوا مقابلات الدور نصف النهائي، مقابلات كاس تونس، زوز مقابلات كاس الزعيم الراحل الحبيبة بورقيبة. سي اس اس الاتحاد المنسيري محرز المالكي باش يزفر المقابلة هذه، وهلال الشابة الترجي الرياضي التونسي مباراة يزفرها نضال الطيف.
لافو سبيسيال نحكيو فيه على الشرطة الإيطالية اللي شرعت في التحقيق بشأن مخالفة محتملة في اختبارات اللغة اللي خضع لها لاعب البرسا لويس سواريز في جامعة بيروجيا للأجانب للحصول على الجنسية الإيطالية. وقالت التحقيقات أنه موضوع الاختبار تم الاتفاق عليه مسابقا مع سواريز في انتظار التحقيقات النهائية. دقيقة مين يفوت؟ هذه دقيقة من يفوت لليوم. اتفاقية شراكة بين الريد ستار والشبكة العالمية لحبة النجم الرياضي الساحلي ففي إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد لكرة القدم المصغرة موسم 2020-2021 وفي نطاق تدعيم العلاقات الرياضية مع مختلف الهيكل الناشطة بالمنطقة أبرمت جمعية ريد ستار سوسة اتفاقية شراكة مع الشبكة العالمية لحبة النجم الساحلي. إصابة لاعب الوفاق الرياضي بعزة محمد الذوادي بكسر في الساق في مقابلة نهاية الأسبوع المنقضي ضد جمعية الختيمين وبالتالي سيغيب عن الميادين خلال الجولات القادمة إن شاء الله لباس لهذا اللعب. إصابة أخرى وهذه المرة تم لاعب جمعية رياضية بالعوابد محمد ياسين بن حسين اللي تعرض للإصابة على مستوى الركبة غادر على إثر الميدان خلال مقابلة فريقه مع شبيبة الوتا. تم تدعيم الإطار الفني لجمعية سليمان ميني فوت بمدرب الحراس سامي الملولي حارس المستقبل الرياضي بسليمان سابقا لتدريب حراس الفريق مع الإشارة أنه جمعية سليمان ميني فوت تحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بفارق 3 نقاط فقط على المتصدر FC نابل. مقابلة حاسمة دور نهاية الأسبوع على ملعب سامي بالمرنقية مقابلة مهمة جدا بين الأمل الرياضي بالمرنقية صاحب المرتبة الرابعة ب 32 نقطة والمتصدر ب 36 نقطة المستقبل الرياضي بجبال برجو اللي طالب دعم من السلطة المحلية بالمدينة لتأمين التحول للمرنقية ومن جهتها باش تعمل الجامعة لتوفير كل الظروف الملائمة باش يدور لقاء في كنف الروح الرياضية ويكون الانتصار للأجدر. تعقد اليوم لقاء رئيس الجامعة التونسية ورئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المصغرة السيد أشرف بن صالح برئيس الاتحاد المصري لميني فوت وتم خلاله الاجتماع في التقديم الرسمي لأول كرة في العالم 4.5 خاصة بالميني فوت وهي زادة كرة رمسيس وباش يتم عرضها نهار الأحد في حصة EFM ميني فوت. خلال اللقاء طلب رئيس الاتحاد المصري من رئيس الجامعة التونسية إمكانية تأجيل موعد رابط الأبطال الإفريقية لكرة القدم المصغرة اللي باش تنظمها جمعية الاتحاد الرياضي بالحمامات خلال شهر ديسمبر على الأقل زوز أسابيع حتى يتم التعرف على بطل مصر ويمكن بالتالي في المشاركة هذه باش تكون النسخة الثانية بعد نسخة هبيرة 2019. أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري تقدم رئيس الكونفدرالية الإفريقية بطلب تنظيم مصر لبطولة إفريقيا 2022 ورابط الأبطال 2021 كما قدم له دعوة رسمية لزيارة جمهورية مصر. كانت هذه FM سبور أكثر أخبار دي موجودة متواصلة على السيد EFM.EN. نشرتنا جاية 10 متاع الليل تو نخليكم مع سامي بن نور وبقيت ليكيب. كنت تسمع في فلاش سبور برعاية سوبلس. جديد للرجال سوبلس من انتي بيليكولير 100% ضد القشرة. برانشي EFM وما سماري كانك السوق برقاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري برانشي EFM وما سماري كانك السوق برقاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري أمبيونس ديما مهبولة هاي شيلة بلا شلة ملمومة علي 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 صوت كلها هوني ثقافوت كي شبكة العنكبوت جوجل سيسمي بن نور يقود ولا حساب تحت التوت كل سؤال جواب بوم سوجل هاي برانشي EFM وما سماري كانك السوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري برانشي EFM وما سماري كانك السوق برا قاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري رجعنا في راسين كاري. مرحبا بكم مستمعينا مجددا تسمعونا تشوفونا على FM TV وكذلك ملاحظاتكم مرحبا بها على اللايف فيسبوك راسين كاري EFM بلوتو داك الباج فيسبوك جروب. اليوم في الشادي عرفاوي أنس بن مالك غازي عيادي وين إبراهيم الطايف إبراهيم ما يعمل إبراهيم الطايف يغسل في دي بالجيل مقبل قدم المرة تو عملت الجيل 20 مرة لا خطرت انه كل تغسل انا عندي طرف صابون معايا نجيب ابو خلاف الجيل توت لي دمي اور نمشي نغسل يدي انا شديته يمضمض بالجيل لا انا صابون هاي شنو صار بالضبط في الالعاب الاولمبيه لمتحدي الاعاقه باش رجعت اسبانيا الميداليه الذهبيه اللي ربحتها في لي جو بارا اولمبيك اللي تلعبوا فيه
وقتاش الدورة ساعة؟ في طوكيو دورة ريو جانيرو. رجعت اسبانيا الميدالية الذهبية اللي ربحتها، علاش رجعت الميدالية الذهبية؟ خاطر طلع الاتليت ماهوش معاق. برافو شاد. ليديسيون هي نتاع الجيو عندها 2000 20 في لي جو بارالمبيك اللي تلعبوا في سيدني عام 2000 لعبت ورا السور ولا قدام السور. جميله منك يا جميله. في بالك من اسباب، من اسباب ابار انه الفنان نجم يكون يغني معانا في اللايف وتوسا، اللي ما يعرفوش قبل الناس على غازي انه كان سامباتيك. وين وقت اللي عرفته فوجئت انه هو سامباتيك. يعني يعطيك اللور تاع سيريو اي تو. او فيت هاك يخرج لك. لا لا ما عندي شويه فكاهه قلت باب الخضره صاحبي. هذا اللي قاعد يقول تو بروم قاعد اكتشفت. وانا في غازي معناها في ما تقوليش انت اللي جبت غازي لراسين كاري. كان ما عندكش مانع. برافو برافو على الاختيار. ريكروتمون هي. لا انا اللي عجبني في غازي. كي يبدا تعمل حاجه باهيه نقول له المحسن احسن. انا عجبني في غازي يرميها الكلمه ويحط الفان في بلاصتها وتقتلنا بالضحك يعني فهمتني؟ لا الناس ما نشكروا كذلك معدل البرنامج اللي عنده لا سويت دون لي زيدي. اي طبعا. سؤال على لو مور نتاع سيدني. سؤال اخر على سيدني. هذا يخلي نشاط الكرونيك. سان لا برودكسيون. سان لا برودكسيون. يتفاعل الكرونيك. انا بربي تعمل مزيه اعطيني شويه غناء خلينا نغني شويه غناء. توحش شويه الغناء نحب نتفرج بالغناء. هاوي تيب شويه السؤال الفني. في لي جو كما قلت باراولمبيك سيدني 2020 غشت اسبانيا. وشاركت بعشرة من جملة 12 لاعب كرة السلة ما عندهمش إعاقة ذهنية وقت المسابقة، هذه مخصصة اللي عندهم احتياجات خصوصية. يعني لعبوا بإكيب فيها كان زوز مغشة وكانت إسبانيا وقت ربحت الكأس الذهبية بعد ما ربحت روسيا 87-63 في الفينال تاع كرة يعني السلة يعني 20 بونت وما بينت اي ريزيرفي ديفيسيون مونتو. واللي اكتشف التحايل هو صحفي. قامت بعدها محكمه مدريد بتغريم فرناندو مارتين فيتشينتي الرئيس السابق للاتحاد الاسباني لرياضه المعاقين بمبلغ 5400 يورو وامرته انه يرجع مبلغ 142,355 يورو وهي مصاريف. اعانات حكوميه كانت تلقاها الاتحاد من اجل الرياضيين ذوي الاحتياجات. بالله يا ناس سامي نحب نوريك انا قداش لي زوروبيان هما الاوروبيين. تو كان جات اللعبه عندنا في تونس رانا فقنا بهم مش معاقين مدرجلو مش لما يقوم صحافي يقول لنا راهو هذاك رانا احنا عملنا عليهم فوكس كما يقول ورانا طلعنا شكون اللي عنده اعاقه وشكون ما عندوش. ما تنجمش تعرف فريمون خاطر كيب باسكيت تربح 20 بوان واحد اي ديفيسيون مونتو راهو تنجم تكون ليجير اما تسمى يلزم ملف طبي فعلا يدخل في النطاق هذاك فهمت ميم ليجيغ في بالك نحن متفوقين بالكدا في اللي في البغا وي تحيه للبغا وتحيه لهم الرياضيين اللي قاعدين ينشطوا في دي كونديسيون يعني صعيبه دي هما العاديين قاعدين ينشطوا في يعني عندنا ديز يعني اسرار اولمبيك اسرار قاعدين ينشطوا في دي كونديسيون صعيبه ياسر برشا بيرسيفيرونس اما فما قوه وفما عزيمه قاعدين ينوروا في تونس خارج تونس فما نوع من الغش قبل نثبت عليها في الثمانينات يكون غازي قاتل لعبت كرة تعرفها فما الكادي يبدأ فوالا يبدا يجيب مضمون نتاع تعرف مش بطاقة تعريف يعني انا لعبت بالبطاقة نتاع خويا بحق ابراهيم احنا كان عندنا جول معانا قسم في اصحابي بوتيتر توا الاولاد جول معانا اطول من الكل احنا الكل صغار في المينيم وهو طويل ياسر الجول عاد وقت اللي يجيبوا ليسانس يكون معانا فرد عمر فهمت احنا قعدنا ديما حتى لين في الكادي في قبيل يكبر منا تقريبا 5 سنين ولا بكبر مامورو في السينيور كانت ظاهره موجوده كانت ظاهره كبيره موجودة. انا كنت نلعب شبيبة. كنت نلعب ستوبر ستوبر الشبيبه بالفكر القديم نتاع الكوره لعبت ايكول الوغ كو جافي لاج مينيم معناها معناها مشيت تدليس انت تتابع الاتحاد الاسباني بالله سامحني على كلام ابراهيم فما مره واحد صاحبي يحكي لي في فرنسا فما تورنوا واحد يلعب في الجونيور في كيب ديفيزيون 2 اسمه مامادو
يلعب مامادو خويا مريقل ومريقل ويلعب مارك البونتو سيدي مامادو مفتقهم من بعضهم اللي كيبلوك ماشي وحده عملك ايه قال لك قبل الميتا مامادو يخرج الاول الثاني ويعطيها كف مارك البونتو شكون تخلي يجري له ولده ولد. تخلي يجري المامادو اللي يلعب في الكادي يعني هو نورمال كونسيديري عمره 17 ولده تخلي عمره 10 سنين يجري له بس وقال له انا خويا شكان في ليسونس راهي معناها هذاك لعبت لعبت مره ماتش كوب بالليسونس نتاع مامادو نتاع مامادو ذكرني في ولد حومتنا مره رافل في الحومه رافل ذكروه الرافل رافل وين في تونس انا في ولد حومتي بلبل بلبل عمره 35 سنه قالوا بطاقه التعريف قال لهم تلميذ ورسلني محمد اي علاش نصب الحريه في بغداد فيها 14 قطعه تعرفوا اللي فما نصب حرية في بغداد هو مونيمون موجود في بغداد في ساحة التحرير واللي دشن سنة 1961 اللي عمله الفنان التشكيلي والنحات العراقي جواد سليم مكون من 14 قطعة أمبرونز هذو اللي فيه ما تقوليش عدد سنوات حكم صدام من 79 ل 2000 لا لا جيو 14 لا لا يضر لي يضر لي مريول كرويف كان 14 يحب كرويف السيد هذا جيو 14 اما عندهم علاقة بالملحمة البابلية لا السنة يرمز عدد محافظات السنة 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 شو ما صار في ليزاني سانكون في العراق برش حاجة انقلاب نتاع الملكة سموها الثورة ثورة عراقية وقتاش الثورة العراقية 14 يوليو مش يوليو تموز تموز اللي هو تموز لا مش بعد جوان جويلية 14 جويلية 1958 هذا سؤال جاوبت عليه هنا خاطر بال به وكعطيتني كعبة تموز انت عطيتني حكم صدام رجع حاله تموز يا سامي صدام كان من لا لا قبل صدام لا قبل هذا قبل اللي يروي بهم النحات أحداث ثورة 14 جويلية اللي هو الانقلاب اللي أطاح بالمملكة العراقية الهاشمية اللي أسسها الملك فيصل الأول وقت اللي صارت الحركة هذه في 58 كان الملك فيصل الثاني هو اللي يحكم واللي تم الإعلان بعد على الجمهورية العراقية وفي بها العهد الملكي صباح 14 جويلية 58 قرأ عبد السلام عارف اللي كان رئيس أركان القوات المسلحة بيان وتعدى البيان هذا من محطة دار الإذاعة العراقية واللي قال فيه أنه حرر الوطن العزيز من سيطرة الطغمة الفاسدة الكلهم يبدأوا كيهم التي نصبها الاستعمار لحكم الشعب والتلاعب بمقدراته وفي سبيل المنافع الشخصية كلهم يبدأوا بعد هو بيدو الحكم ذاك صار عليه صدقني سامي احنا عائلة مالكة نورمال مو بابا نورمال ملك بابا قال لهم لا تعرف عليه ما وعلى الحكاية هذي وين هذا واحد يعمل له كل بيان ويخرجوا بنهار في الصباح وين هذا في المملكة مملكة العيادية مملكة العيادية كما قال العيادية شوف الله لا واحد ان شاء الله ان شاء الله مش المملكة التي لا تغيب عليها الشمس برافو عليك شكون اللي ما تغيبش على الشمس العيادية هذه المملكة نتاع الكينغدوم الامبراطورية التي لا الامبراطورية التي ما تغيبش الشمس المملكة المتحدة المملكة المتحدة انا قلت لك وعلاش؟ على خاطر في المشارق جغرافيا ما تغيبش الشمس على كل هو توا الاراضي اللي استعمرتها توا فرنسا زاد فرنسا هي دوله هي اوكي مش مملكه اما عندها بارتو معناها تنجم تكون الشمس ديما موجوده هي ملكة المملكه المتحده صحيحه جغرافيا صحيحه جغرافيا ما تغيبش الشمس اي لا اكيد هو مضيق جبل طارق هذاك مستعمره بريطانيه اي هما حاجتين غريبه جبل طارق وصبره اسمها الاخرى مليله سبته ومليله حاجتين بصراحه قراب لبعضهم اسبانيا فيكا غادي ولونجلتير فيكا في اسبانيا معناها كيب ناسيونال جبل طارق مره 3-8 اش قولك انت ابراهيم في الحكايه ذي شو الحكايه هو ضد لا 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 هذوما تحيه المستمعين هذا لو بوان فور نتاع سامي وقت اللي يقرا كرونيكور كي بارتي ان بتي بو دون لي فاب تي بارتي دون لي فاب حاول يرجعوا انا مشيت ورجعت مشيت ورجعت في مهمه انسانيه بس مهمه حاجه هي مدام انسانيه مدام معاك شال جبرالتار تو انا في بالي نعطيكم سؤال سينمائي ولا جوست بعد انفو ترافيك انفو ترافيك اي اف ام انفو ترافيك
عسلامة ومرحبا بكم على يافين. في تونس الحركة مازال ترزينا على جي بي 8 في اتجاه حي نزهة نيفو الشرقية، فما زاد ضغط كبير في دخلة العوينة اللي جايين من لاك دو على القنطرة، كيف كيف فما تعطيل في لاك دو نيفو سفارت أمريكا، الاكتظاظ مازال في شارع محمد صالح بالحاج نيفو حي التعمير في اتجاه رونبون ليسكاي، الحركة معطلة في شارع عثمان بن عفان نيفو المنزه 8 في اتجاه النصر، على الاكس دو زاد فما برشا ضغط في اتجاه المنزه اللي جايين من ميتويل فيل، الحركة مازال ترزينا على الاكس 20 في اتجاه حي رفاعي نيفو حدائق المنزه، وفما زاد امبوتياج في شارع يسرى عرفات في اتجاه المطار نيفو الفخيت، فما تعطيل على الاغ 33 اللي جايين من المروج في اتجاه بير القصعه، الحركه رزينا نيفو رون بوان سوق الكراهب، فما امبوتياج على جي بي 7 اللي جايين من باردو في اتجاه منوبه، والحركه بدات تعطل شويه على جي بي 9 نيفو عين زاروين في اتجاه المرسى، والضغط مازال على الاغ 23 اللي جايين من الغلي في اتجاه قمرت، وفي سوسه فما تعطيل في اتجاه طريق الحزاميه نيفو حي التعمير. سينو الحركه تبقى عاديه في بقية الولايات. نشكر كل من يتفاعل معنا على الجروب فيسبوك يا فما فوت خافيك. اللي عنده معلومات هم الكيس ينجم يكلمنا على 58 550 711. انا نرجع لكم بعد نصيف ساعه. سيسوا روحكم في الكيس وطريق السلامه للناس الكل. بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإي اف ام. السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ، البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب. كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي، وجديد مفاجأة الموسم وجيه جندوبي من 9:30 لنص نهار. برشا ضحك وبرشا ضمار على إي اف ام، أحلى راديو. بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإي اف ام. السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ، البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب. كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي، وجديد مفاجأة الموسم وجيه جندوبي من 9:30 لنص نهار. برشا ضحك وبرشا دمار على إي اف ام، أحلى راديو. بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإي اف ام. السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ، البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب. كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي، وجديد مفاجأة الموسم وجيه جندوبي من 9:30 لنص نهار. برشا ضحك وبرشا دمار على إي اف ام، أحلى راديو. بداية من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجة الشتوية لإي اف ام. السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ، البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للم... 5 للسبعة إي اف ام، راسين كاري سامي بالنور. رجعنا في راسين كاري. عندي سؤال سينمائي، شو فيش تكتبوا يا اخي؟ حضروا في الاسئله نتاعكم مش طول اسئله يا ولدي. فهمت شفت سي سامي؟ لا انا بعث لي كلام، بعث لي فيصل الريحي قال لي قل غازي راهو الملك فيصل كانوا عيطوا له ابو غازي. حلو هذا، ما انا حاب يقوله فيصل يحيى هو ابو غازي عيط. ابو غازي عيط. تحيه لسي فيصل، تحيه ليه. عندما كيف غازيها يأتي المساء لازمنا نكلموه مرة. كلم بابا، كلم بابا توا عملنا لنا فاصل. كلم بابا هو اللي يتلهى لك بالامور هذيا. نايس. سينمائي، شكون الممثل الامريكي اللي كان يخدم خدمة انه احنا كانت موجودة قبل وحتى اليوم نتصور انها مازالت موجودة، ولكنه عنده معناها حس فني كبير. برانسي مثلا يعمل، يعمل ليتالاج بتاع لي فيترين، يزين لي فيترين بتاع لي ماغازان. شكونو هذا؟ ممثل امريكي امونيمون. توم هانكس. امونيمون. لا مش توم هانكس. فنا 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 بيريود تولد. ترشح 12 مرة لجوائز الاوسكار، خذيت ثلاثة. خذيت ثلاثة كممثل. كممثل.
الباتشينو؟ لا. دينيرو من؟ لا. ميل جيبسون؟ لا. هاريسون فورد؟ نو. ديستر نوفمان؟ مش نقعدوا ما همش هذوما. هو من الكبار سامي سامحني. هو من الكبار ولا من الكبار؟ الكبار برشا. مارلون براندو. كي كان صغير كان عايش عيشة معقدة شوية، كان متربي مع راجل أمه اللي كان يسخايل أبوه نيكولسون. كيفيق هو نيكولسون؟ جاك نيكولسون. جاك نيكولسون. والله قعدت نقول هو ولا الآخر، فما واحد آخر ممثل كيفه بالضبط، نيومان. أنتوني هوبكنز. بول نيومان. بول نيومان كنت باش نقول. كيفيق بالحقيقة أنه هو ماهوش بوه، كانت صدمة كبيرة ليه كطفل، وكان ما يحبش برشا القراية على ذكا، كان ديما يخدم يزين لي فيترين تاع لي بوتيك، وهو متر نجار منقذ سباحة. بدايته الفنية كانت 54 وقت اللي نقل في كاليفورنيا باش يخدم مع MGM Studios في قسم الرسوم المتحركة. نقل كاليفورنيا، الخدمة ما كانتش مهمة معناها وسهلة، كانت خدمة، كان يعمل حاجات اليدوية، المظاهر متاعه هو اللي جلب المظهر، عفوا مخرج. جلب واحد من المنتجين اللي في الشركة هذه أعطاه أول أدواره الثانوية، وكان هذا عام 1958 في فيلم The Cry Baby Killer. وجاك نيكولسون رغم أنه ما يعرفش يمثل ولا قرأ مسرح بالأكاديمي معنى التكوين، لكنه فاق أنه عنده الموهبة باش يكمل في الثنية هذه، وبدأ يطور من روحه، وبعد شوية أدوار ثانوية كان ضربة الحظ بالنسبة لي وقت اللي أتقن شخصية محامي مدمن على الكحول في فيلم Easy Rider اللي ترشح لي لأوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي. ومن هنا كانت الانطلاقة الفعلية، شفنا البرفورمانس إكسيبسيونيل في فيلم The Shining 1980، وزاد الأداء متاعه كان باهي برشا في فيلم باتمان وقت اللي أدى دور جوكر 1989. الكبير جاك نيكولسون ممثل من أهم الممثلين في العالم، وعنده الجريماس والضحكة متاعه حاجة ما تشبهش. فول دونيت كوكو زادة، عمل دو وولف زادة، وولف جدد جديد قوته في تشاينينج، عمل رول تشاينينج التصويرة بتاع مع المخرج سسمه المخرج تشاينينغ نسيت سنة تنذكر المخرج. اي على كل انتوكا اداء متميز، المخرج هام جدا زادة، مخرج قوي ياسر. اي كوبولا ليه تي نسيت بهي بعد شيء مش مشكلة، بعد نقاول المخرج تلوش عليه. شكون الزوز اللي تزوجوا في 59 واللي قصتهم كانت من اشهر قصص الحب في العالم؟ فرح ورضا شاهنشاه. هو فرح ديبا ومحمد رضا بهلوي. فرح ديبا هي الزوجة الثالثة لمحمد رضا بهلوي، واللي كانت عندها أربع صغار منه، هو رضا بهلوي الثاني، وفرحناز بهلوي، وعلي رضا، وليلى بهلوي، وكانوا زوز ماتوا منتحرين نهار ليلى وعلي، نهار 21 ديسمبر 59 هو تاريخ زواج فرح ومحمد رضا بهلوي، واللي كان عرس بذخ ياسر، من أغلى الحفلات اللي أقيمت وقتها، جمعتهم قصة حب كبيرة. وحتى بعد ما تنحى زوجها من الحكم في 79 ما تخليتش عليه، وحتى كي توفى في 1980 قعد ديما وفيه ليه. هي قصة أنا المرة اللي فاتت فرشت فيها الحقيقة، فيها برشا آلام، هي القصة نتاع غراند ايستواغ دامور. اي قصة معناها نتاع حب كبيرة، وشفنا بتأسيس ال 2005 الإمبراطورية الفارسية، أكبر معناها مخرج بتاع شاينينغ ذكرته اسمه ستانلي كوبريك. ستانلي كوبريك. قدر من أهم المخرجين. أي عمل فول ميتال جاكيت، وعمل فيلم اسمه فول ميتال جاكيت ذيك الآخر، زاد الفيلم الآخر شنو؟ ما مش مشكل، عندك مشكل مع الاسامي اليوم، عندي ذاكره شويه. لا مش مشكل، ليه خاطر عندي مده ما شفت لهمش الافلام تاع. انت كان عندك برشا في مده ماكش تتفرج في حاجه. هي مانيتي سينيفيل، انا سينيفيل انا الافلام ما عودتهمش، يعني هذوما يتعاودوا الافلام هذوما. قلت لك سينيفيل. انت سينيفيل زاد ابراهيم. على شادي، على شادي سينيفيل. بون ميموار نتاعي. واليوم سؤالي سينمائي زاد انا في تجي اللعب. بس ودينا في المره الاخرى. لا 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 هذيك ما يسالش نحلوا هكا ثنيه هذا السينما الافريقيه. سينما الإفريقية العربية. هاي ناخذ سؤال آخر. من عام 2000 لليوم، نهار 22 سبتمبر عنده خصوصية في برشا بلدان، هو بداية خريف.
من عام 2000 لليوم من عام 2000 لليوم في نهار 22 سبتمبر عنده خصوصية في برشا بلدان في العالم. الاعتدال هي الاعتدال امتثال ليل والنهار كيف كيف لا الاعتدال المجبري يوم السلام العالمي تحية الاعتدال المجبري يوم السلام لا لا مش يوم السلام على خاطر الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ اليوم هاي اليوم هو اليوم العالمي فما جمعية بريطانية اسمها ETA هيا عاد نجيب بلاصتكم انا طيران يا انا قاعد نعطيك في ليزانديس طيران هي جمعية محايدة نوترون كاربون عملت مجهود كبير من تأسست 1990 اليوم باش تحاول تنقص من الانبعاثات نتاع ثاني اكسيد الكربون في العالم يوم يعني يوم بدون سيارة يوم بدون سيارة هو يوم بدون سيارة World Car Free Day وتحية لكيب تاع راسين كاري اليوم الكل جاوا على البسكليتات لا انا جيت في الكهرباء انت برك نحكيو في كيب راسين كاري الكرونيكور انا جيت في اوتوستوب شادي جماعي خلى البسكليت وخذ اوتوستوب عملت برشا مبادرات كيما حملة Work to School اللي تبنتها وزارة النقل البريطانية وزارة الصحة زادة واللي تتمثل في انه المرة في العام جينيرالمون في شهر ماي الصغار الكل يمشيوا يقراوا على ساقيهم برشا مبادرات أخرى مقاعدوا الكل محصولين في مستوى وطني وطبقوا كيف المملكة المتحدة أما مبادرة اليوم الخالي من السيارات خذاء أمبلور كبيرة ولو برشا بلدان في العالم يطبقوا هذا كل 22 سبتمبر من كل سنة من كل عمل من عام 2000 وافقوا برشا مدن أوروبية أنهم يعملوا اليوم الخالي من السيارات هذا وبعد عملت الجمعية ديز اكستنسيون انترناسيونال فما 1500 مدينة في العالم يحتفلوا بالنهار هذا مستعد تتخلى على السيارة كما تتخلى توا على تليفون لازمك لا لا لأنه سهل برشا ما عندناش نهار حتى يعني اين هلايا جمعة ما سهلش ياما سيارة أنا كي نمشي لبلاد أوروبية نكره حاجة اسمها سيارة لأنه فما مواصلات عمومية تليق في المستوى بالإنسانية بالمواطن في تونس لا أنا تحية لصديقي وليد في فيان أول ما نوصلوا ينحي الكهرباء جملة ونقعدوا على السقينة كل يوم نعملوا 10 و 12 كيلومتر وما نحسوش بهم بالكل وصدقني من أول ما كما قال تو أنس من أول ما نص وحتى لنا اللي تروح الكهرباء ما تريش كان المترو وكان الكيران وكان الترانسبور قادر عنده أنا كي نسمع عن فوت رفيق نفهم اللي في تونس فما نهار 21 سبتمبر ونهار 23 سبتمبر ونهار 22 سبتمبر مش موجود بالكل عليه اسمع عن فترة فيك وتعرف انا زاد كي نطلع الباريس نمشي برشا نستغل الوقت نطلع في المترو وغيره نطلع ليه ونمشي برشا نمشي برشا ما مش كيما في تونس يعني فهمتني انا نعرفك تحب الاغنية ذي اي هذه ميدة حناوي كبريائي نرجع كبريائي صاحبي والله لا 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 حدود وحدود عدي
سافر سنين طويلة واحلف أبد ما تعود وابعد وطني مشيلة عدي حدود وحدود سافر سنين طويلة واحلف أبد ما تعود وابعد وطني مشيلة حب ما عنده حدود حب أكبر من وجود حب ما عنده حدود حب أكبر من وجود وفيه فيه تمشي تلقاني فيه تمشي تلقاني وخليني عد البحور الكل عدي حاول عديني أجر وما تسأل وبعد وخليني حب ساكن في حياتي حب مالك كل ذات في حياتي حب مالك كل ذات فيه فين تمشي تلقاني الله 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 اسمعني وخبي نغمتي وهناتي واللي خفات الروح من أسرار اسمعني وخبي نغمتي وناتي واللي خفات الروح من أسرار همسة عودي وسكتتي وآهاتي همسة عودي وسكتتي وآهاتي واللي أسرار الوحش حرك كبيتي وكليني ليلي يالي عيني يالي ليلي يالي عيني يالي وخلي سري ما بينك وبيني
اللي تعدى وفات زعما يرجع اللي تعدى وفات زعما يرجع اللي تعدى وفات زعما يرجع ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش عيلتي توجع لوم سكول ليكول دو فوتبول دو اولمبيك دو مارسي في تونس زيد تقرب لكم اكثر وتولي في اليس بارك النصر 2 معناها فرصه لولد كانوا مغروم بالكره وعمره بين 4 و17 سنه وترى فيه مستقبل كوارجي خشين عليك بلوم سكول وين ينجم يتعلم الكره يتكون على اسس صحيحه وعلميه خاطره باش يدرب عند كوتش سيرتيفي وتحت اشراف مدير فني فرنسي باش يوصل يحقق حلمه ويولي لاعب متكامل بمعايير دوليه من توا سجلوا في اللوام سكول باش تدخل في القرعه وتربح فواياج انت وصغيرك وتمشيو تتفرجوا في الاولمبيك دو مارسي في الليغ دي شامبيون من ملعب الفيلودروم. التيراج وصار للرابح باش يصير في برنامج سبور ماكس مع امين جلانزا نهار السبت بين ما 3 و5. اطلب من توا 98 105 000 ولا على الباج فيسبوك او ام سكول تونيزي. هاي نجر سؤالاتنا فني يلا فني سمعكم إكستري الغناية كانت في سنوات الثمانينات هي غناية ضاربة تشوب يعني ذكروا ولا لا قولوا يلا الجانب يلا ملحن مصري من مواليد 45 قرا الموسيقى في موسكو وكان مستواه عالي برشا رجع لمصر بعد ما كمل قرايته وبدا رحلته في التلحين مع اشهر الفنانين في وقتها لحن صباح مثلا ساعات ساعات اي حلوه الغنيه تعامل برشا مع سميره ولحن لها احكي يا شهرزاد طوي ليلو ليلو ذكرني ذكرها هذا غازي ذكرها ولا احكي يا شهرة زاد نفكر شهرة يا طوي ليلو ليلو خبات خلي له عقله في حالة انبهار تيران تنترا هذا مش عمار شراية لا مش حتنازل عنك الجاني بعد يومين وحشني بصحيح شرنوبي يا مالكي مع مجد الرومي لحن بيروت ست ثورة الدنيا ثروت ثروت لا يظل لي اسمه جمال سلامة مع الجريدة هو جمال سلامة ياسمين الخيام تعامل معاها في الاغاني الدينيه كما المسلسل محمد رسول الله مثلا اي غنيه حلوه قال في حوار لي اللي كان هو عازف للاورج في الوطن العربي كان اول عازف للاورج وخدم مع ام كلثوم في اغنيه اقبل الليل للشاعر احمد رامي والحان الصنباطي وقال اللي كانت الاله هذه ما تعجبش ام كلثوم وكان ربما باش ينتهي وجوده في العالم العربي اذا كان ما عجبتش ام كلثوم معناها ولكن بعد دخلت للتخت العربي تخت الشرق اما هو راهو شهرته كبيره في مصر وغربي شويه وخذا هو دراسته كان في يقرا في روسيا اما هو راهو في مصر موسيقار يتسمى موسيقار الموسيقار يعني سلامة فما فتره نتاع تقريب من او الثمانينات ولا اخر السبعينات حتى للتسعين ديتوب ناجحين هو اكثر واحد يعمل اليوتيوب وذاك علاش كان زاد يعني في الموسيقى التصويريه نتاع الافلام يعني كان متصدر درجه كبيره في مصر يعني بارمي لي برومي نقولوا احنا في الفتره هذيك وموسيقار كبير الحقيقه اما في الاورج والبيانو ما كانش في الوقت هذاك فما ناس كانت عندها خير منه عندها سوكس
سكسير كيما كيما مجدي الحسيني عمل هاني مهنا وهاني مهنا زاد اللي هو هاني مهنا زاد كان كردونيس دوباز راهو من بعد سويب عشوائي اليسر ولا ايه. انا باش نهدي لك 1000 دينار كجائزة ابراهيم اذا كنت تقول لي اسم الملحن. ملحن احمد سلامة اي خوه هذاك خوه خوه صغير احمد سلامة خوه صغير جمال سلامة احمد حجاز تأخرت كثير تعرفها الجاج بصير تأخرت كثير يا حبيبي. شنو هي خصوصية جزيرة فايزان علما أنها حاجة فريدة من نوعها والوحيدة في العالم اللي تتميز بالخصوصية هذه؟ فايزان هاي فايزان أحمد كل اللي قال فايزان أحمد غازي حلوة ولا على حلوة والله بدل أنا قلت هاي بدل فايزرتي فيك اليوم مع التفان تفتق برضو أنا فهمتش فيها هاي قلت فيها هي فيها الفايزاني ضربة تنب هاي جزيرة صغيرة موجودة على الحدود بين فرنسا وإسبانيا. فما النهر هو اللي مثل الحدود الطبيعية بين فرنسا وإسبانيا. الجزيرة هذه أي؟ يتقاسموا فيها السلطة إسبانيا وفرنسا كل 6 أشهر. طب إيش؟ ما أنا أنتي ما غبتش عليك حتى يتقاسموا فيها هم وتريب تريب بيناتهم وأنتي ببالك. 6 أشهر 6 أشهر 6 أشهر الفرنسي 6 أشهر الإسبان. الوحيدة في العالم. تداول سلبي على السلطة. منذ 1856 صحت فرنسا وإسبانيا على تريتي دو بايون اللي هو يمثل معاهدة سلام. حطت حد لحرب 30 عام ما بين زوز بلدان بسبب صغر حجم الجزيرة عفوا ما يزيدش طولها على 200 متر وعرضها 50 متر. شكون يعيش فيها؟ من المستحيل انهم يقسموا ما بيناتهم يعني. لا هذه الحاجة الوحيدة تجي فيها الجزيرة هذه ماتش. هكا هاو 200 متر و50 بالارض 10 وجول. تنجم تعمل فيها فرح؟ نجم تنجم تعمل فيها ربوخ؟ لا فرح لا صعيب شوي 200 متر ربوخ بالفايزاني بالفايزاني لا 200 بالفايزاني مرتاح 200 متر وطول و50 متر وعرض تنجم تعمل فرح. الحل اللي رسيتوه مع الكوفيد تنجم بعض الناس يا اخي الحل القهوة هو السيادة مشتركة بالتناوب حتى حد ما حب يسالهم في هذا دونك الجزيرة هذه إسبانية يطلع العالم يعني الإسباني من 1 فيفري ل 31 جويليا وفرنسية من 1 أوت ل 31 جويليا فيها متساكنين توا فرنسية معناها احنا توا قول لي ما نجموش نرجعوا نفكوا الجزيرة بتاعنا فيها متساكنين مش احنا عندنا جزيرة فكوا لنا ما عندناش ياسر بونتالارية لا احنا نجموا نعاودوا نفكوا البونتالارية دونك غيالمون فرنسا ما زالت عند الحكم الملكي على خاطر في اللي يحكم في الجزيرة هذه فيس غوا فرونسي حاليا شخص اسمه كريستوف ميريت. الميريت الميريت احنا نحمدوا ربي اللي رجعنا ذيك الجزيره اللي في ايطاليا اسمها اللي مشوا لها الحرب فبش حكايات على الجزر لامبادوزا فيهم الفيام لامبادوزا نحمدوا ربي اللي نحمدوا ربي اللي استرجعنا لامبادوزا وقلت ربي تو بانتالاريا مده جايه التوانسه اللي في لامبادوزا اكثر من السكان الاصلي باش معروفه بايون جون سيبا بالجامبون هذه غابت على غابت على نس ابراهيم جامبون جامبون تاكل جبن مقصوصه هاي انس يا فهم فوت ترافيك بيهت في عجب ربي لا 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 بس يا فهم فوت ترافيك اي اف ام انفو ترافيك عسلمة ومرحبا بكم على يافام. الكيس ولا مسرح نوعا ما وما عادش فما برشا امبوتياج جوست يقعد فما ضغط على جي بي 8 نيفو الشرقية في اتجاه حي النزهة كيف كيف زاد الحركة مازالت معطلة في دخلة العوينة للي جايين من لاك 2 على القنطرة وفما اكتظاظ في شارع عثمان بن عفان نيفو المنزه 8 في اتجاه النصر وفما زاد شوية امبوتياج في شارع محمد صالح بالحاج نيفو حي التعمير سينو الحركة عادية في بقية الولايات. نشكر كل من يتفاعل معنا على الجروب فيسبوك يافام انفو ترافيك اللي عنده معلومات هم الكيس ينجم كلمنا 58 550 711. انا نرجع لكم بعد نصيف ساعه اساس روحكم في الكيس وطريق سليمه للناس الكل. بدايه من الاثنين 14 سبتمبر انطلاق البرمجه الشتويه لاي اف ام. السبعه متاع الصباح تبداو نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي والجديد مفاجأة الموسم وجيه الجندوبي من 9:30 لنص نهار برشا ضحك وبرشا دمار على إيفام أحلى غاديو. بداية من الاثنين 14 سبتمبر
انطلاق البرمجة الشتوية لإي اف ام. السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع رفيق بوشناق وبقية أرمادة الرافماغ، البرنامج الصباحي الأول في تونس. أصل الحكاية تسمعوه للموسم الثاني على التوالي مع زينب. كالعادة موعد الأمل والتفاؤل مع مدام ليلي. وجديد مفاجأة الموسم وجيه الجندوبي من 9:30 لنص نهار برشا ذوق. 5 للسبعة يفن غاسين كاري سيني بالنور. 56 دقيقة هو موعد ترجي اللعب. إبراهيم الطيب. إبراهيم الطيب. كيسيون دكتواليتي ما سيرش. ولا احنا في الكونسيبت اوني اور اكتواليتي. ولكن كيسيون دكتواليتي ادبية. باه معاك. شكون اللي تحصل على جائزة لجنة التحكيم للقمار الذهبي اللي ديرنييرمون صارت؟ حصولنا المصباحي. استنى لا. خلي كمل سؤال. شكون اللي تحصل على القمار الذهبي؟ تحصل على القمار الذهبي. في الرواية العربية. من تحصل على جائزة القمار الذهبي للرواية العربية وتحديدا جائزة لجنة التحكيم. مش حصلنا المصباحي تحديدا جائزة لجنة التحكيم. مش حصلنا المصباحي ديرنييرمون. لا نكمل. لا حصلنا المصباحي خذا جائزة خارج تونس. جائزة عربية كبيرة نسيت ولكن حصلنا المصباحي صحيح. تحصل الجمعة هذه على جائزة. هاي شكون؟ هي رواية تحكي على المصلح طاهر الحداد في رواية. هاي قول لنا شكون اللي ربحت. لا عندنا نسأل سؤال. هاي يسألك يجاوبوا. أنس جاوبوا. والله ما عنديش انا في بالي بحصلنا الكاتب الروائي ما عنديش فكره انا حصلنا المصباح خذا جائزه الاسبوع هذا مراه ما ظهر لي شابه وصغيره هاي شابه زاده بنت بلادي وقروية القروين حتى حصلنا المصباح من القروين بلادي القيروان بلادي تونس معناها مش القيروان خرجت برشا كتاب راهو صحاب هكا بمشي عمل فانت الروايه هي نازله نازل دار الاكابر للكاتبة التونسية الشابة أميرة غنيم ولا أنو غوتوني تحية ليها أو الرواية إلى إيش مبروك تستحق مبروك مبروك وتصفيق عليها دونك نزلت دار لك دار لكبر دار لكبر فوالا دونك تحكي على على المصلح طاهر الحداد من خلال الرواية وعلاقته بالنساء اللي ممكن احنا معناها ما نعرفوش علاقة طاهر الحداد بالنساء بخلاف انه مصلح لانه مصلح وينادي بتحرير المرأة وينادي بتحرير المرأة ولكن ينجم يكون مع النساء مصلح اقرا الرواية اقرا الرواية باش نشوفها الرواية فوالا خاصك الروايات كيما هكا تخرج للسينما برافو ابراهيم يلا شيخ انا السؤال تاعي في السينما والسينما العالمية بالتحديد المخرج اللي باش نحكي عليه هو مولود في 9 أفريل سي سا 1939 عمره 81 سنة يعني نوميني في الأوسكار 5 فوا وهز 2 فوا هز 2 فوا بالم دور يعتبر من السينمائيين الأمريكانيين يعني المعروفين برشا خدموا معاها لا مخرج ومنتج وسيناريست خدموا معاها اهم الممثلين في امريكا في هوليود تولد وقتاش 9 افريل 1939 عمره 81 سنه كمان كلينستون هو مولود في ميشيغان ديترويت ميشيغان ديترويت من اصول زادة ايطاليه من خلال امه فرانسيس فورد كوبولا من اهم الاعمال بنته مخرجه عم نيكولاس كيج من اهم اعماله تريولوجي بارا ومن اهم اعماله زاده ابوكاليبس ناو عنده كولور بورب زاده من فما حاجه اخرى خدمها زاده برشا فيلم لا فما حاجه اخرى 2012 هو يخدم اي نسيت انا كانه كتب الفيلم شهير يعني الالباتشينو وش اسمه برشا فيلم هو عمل دراكولا زاد السنه عمل دراكولا فرانسيس فورد كوبولا من اصول امه من اصول ايطاليه تونسيه قلت مره جيل تونس جيل تونس جيل تونس ولوج على دار لوج على دار ما مات لوج على دار ما مات وقتها في لفايات اكزاكتومون ولقى الدار نتاع نتاع جيل تونس من اصول تونسيه جيل تونس ومشى لفايات يلوج على دار ما مات بالرسمي في لفايات مع طارق بن عمار هو اللي استدعاه فهمتني جاي يلوج على نوستالجيك للدار اونتروت اونتروت كيما بيغيكوفوا زي القدار زاد نتاعو لقاها قال لك لقاها لقاها ما لقاها حماس ولات يلا غاز جاي انا باش ندخل بكم جو اخر كومبليتمون انا بعد شويه على الدنيا الكل
اعطيني الموسيقى ذي متاع انا غنية لا را لا لا را 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 لا 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 حيلي في القمر يا قمر يمين وقال لي يا حلو ساعة ما شافك في الحزن لا بعدك ولا قبلك يا روحي لا 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 را يا روحي كملت أوصافك يا روحي حلي في القمر لون الورود لون الزهر فوق الخدود حلو الألبوم هذاك حلو ساد الحلا جدايل سود جدايل سود حل الكرز فوق شفافك يا قمر لا 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 في الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي را 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 يا روحي كملت أوصافك يا روحي الله الله الالبوم ياسر طيارة الله الله شكون الملحن هذه اغنيه جورج رسوف هي اي اما الملحن فكر خاطر لحن ابو مجد الرومي هو حليم الرومي لا لا توني فرنجية كنت نشوف في حاجه انه نذكرها انه في زياره لسان فرانسيسكو طلعت في البوس هذاك التوريستيك والجيد يحكي ويقول اللي هنا مثلا كتب فرانسيس فورد كوبولا في واحد من ليزابارتمون اللي كنسكن فيهم واحد من افلامه أفلام معناها نسيت فيلم شنو ولكن هوني البنيه اللي هي قاتل لوج فيه عمل اي تي وعملت برشا افلام عنده الاف المئات يلا انا سؤالك سؤالي في السينما في السينما العالميه المخرج ستانلي كوبريك عمل في 1960 اخرج فيلم مهم برشا فيلم تاريخي تاريخي فيلم تاريخي يحكي على شخصيه تاريخيه سبارتاكوس سبارتاكوس انا كوبريك راني حافظه بلي عنده زاد فيلم الاخر هذاك اورانج ميكانيك اورانج ميكانيك وعنده فيلم سبارتاكوس اللي تعتبر بطولة بيان سور كيرك دوغلاس ومايكل دوغلاس اللي مازال كي مات الشاد اللي عنده الحق حسون المسباحي تحصل على الكوماردور انا قبيله نحكي على جائزه لجنه التحكيم شاد لي اليوم في فورما شاد لي في فورما تحصل على الكوماردور 2020 مناصفة هو وسمير مخلوف دونك مبروك لحسون المسباحي مبروك ولد القيروان فوالا دونك حبيت وعايش في المانيا ويحذق اللغتين يعني. تبارك الله عليه تبارك الله عليه الشاد لي اليوم في فورما حاجه يعني الحمد لله هذا من تليفوناتك على الصباح عملت لي تليفون يعني اعطاني اخلش صدرك تليفون شنو اشرح صدرك فيه ولا شحن صدري وكان تسمع لي فويس اللي بعثتهم له دخلني في بوب لي اخر على الصباح والاداره تسمع ما تقولش اي نحكي لك دخلني عيطوا لي كيستيونير يسمعوا فيه في الكلوا دونك فيلم من بطوله كيرك دوغلاس وتوني كورتيس فيلم مهم برشا وبتقنية وقتها جديدة وقتها ليبوك وكان معناتها والرياليزم متاع المشاهد وكان فيلم عنده أثر كبير مش تحكي على الطرفة خاطر كوبريك أول ما بدأ بالفوتورة بس كان فوتوغراف كان فوتوغراف تعرف, تعرف عنده نظرة متاع بروفوندير وكذا نحكي على سبارتاكيوس هذا شفته في الوثائقي اللي تعمل على كوبريك بعد لمات بصوت توم كروز خاطر آخر ممثل خدم معاه وايز آيز شوت هو توم كروز وما كمل الفيلم يعني بعد كمل بطريقة أخرى يحكي على سبارتاكيوس على الفيجيران يعني في الافونس يعني البرومي بلان دوزيام بلان وفما ان فيجيران بعيد في الفون بالكل
عملوها عروسة هما اللي التكنيسيان عملوها عروسة. هو في الـ في الـ في الكادر متاعه حس اللي ذاك ماريونيت ماهوش فيجورا ريال. قال لهم يا اخي ذاك ممثل يعني فيجورا ولا قالوا له راه ماريونيت. قال لهم ليه نحب فيجورا عرف يعني يخدم على الديتاي نتاع الديتاي يعني الفلو من قدام ونتون غير بلان سي سا. وسبارتاكوس يعتبر فيلم كولت في تاريخ يعني طبعًا. السينما العالمية خاصة بالتقنيات اللي يخدم بها والبروفوندور اللي خدم فيها وعاودوا يعني من بعد خدموا على منويل وبرشا نعملوا حلقة اخرى تكمل فيها السينما. شكرا لكم مستمعينا ميتيو بعد الاخبار واصلوا الاستماع يا فهم. تلقاو غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة. هيدا اللقاء. يا فهم ميتيو عسلمة ومرحبا بكم انتم اللي تسمعوا فينا توا على يا فهم. احلى غدوة اليوم 23 سبتمبر 2020 وطقسنا مصاحب على البلاد الكل. الحرارة تسجل ارتفاع صغير وتتراوح بين 26 و 32 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 34 و 38 درجة